كل شيء في حياتك يتغير يوم تصير أب. نجاحي وفشلي يفقدون أهمياتهم لأن محور حياتي يتحول لعيالي، وهذا الشيء معاه تحدياته الخاصة. قيمة الرجل هي في اللي يقدر يقدمه لعائلته، مو بس في الأشياء المادية، لكن بعد في خبرات الحياة. فنحن يوم نسافر يا بعض، السفر يعتبر أكثر من رحلة، لأننا نسوي ذكريات غالية على قلوبنا. أنا خذيت لينكن نافيجيتر في سنة 2020 لأنها كانت شيء مميز ومختلف، وطبعا كنت أبي أوفر حياة فاخرة ومريحة حق بناتي، وهذا الشيء موجود في كل زاوية بالسيارة. يعني ما شاء الله موديل السنة هذه أخذت كل الأشياء اللي عطت السيارة مكانتها وتحسنت بعد. بناتي وايد يحبون الشاشة الخلفية اللي تتحكم بالترفيه في السيارة. الشاشة المركزية ممتازة، ممكن أشبك تلفوني عليها مع أبل كار بلاي، ونظام التعرف على الصوت رائع جدا. شاشة لوحة العدادات تعطيني كل المعلومات اللي أبيها، وهاي المعلومات موجودة على الزجاج بعد. بدأت أطير من 15 سنة، ومن وقتها سافرت كل مكان في الخليج بروحي. ما في أي شعور مثل الحرية اللي تحس فيها يوم تكون في الهواء بدون أي حد على بعد النظر. أنا حبيت لينكن نافيجيتر لأني أحس بفخامة الدرجة الأولى يوم أسوق، وأقدر أغطي مسافات بكل راحة. عندي كراسي ممكن تتعدل بالشكل اللي يناسبني، فيها تبريد حق أيام الصيف الحارة، وهم بعد فيها مساج في الكراسي قدام وورا. المكينة قوية وجبارة، فعلا أداء لا يعلى عليه. وأنماط القيادة تغير شخصية السيارة في الظروف المختلفة. الرحلات الطويلة يبالها موسيقى، والصوت في السيارة ممتاز لأعلى درجة، فعلا تحس أن السيارة تحضنك بالراحة. وطبعا سلامة عائلتي أهم شيء بالنسبة لي كأب، والنافيجيتر ما تقصر مول معاي، بالي مرتاح مع كل خصائص الأمان في السيارة. هدفي في الحياة أني أقدم كل الفرص لبناتي حتى يأخذون قراراتهم بيدهم، وهذا معنى الرفاهية من وجهة نظري.